مجموعة من الأخبار الاقتصادية نتابعها في هذا الملف. الأخبار الاقتصادية برعاية شركة كمران للصناعة والاستثمار. ضبط مكتب الجمارك بمحافظة صنعاء اليوم شاحنتين على متنهما كمية كبيرة من السجائر المهربة، وقال نائب مدير عام الجمارك لشؤون مكافحة التهريب والبضائع بالمحافظة نبيل العبيدي إن فرق الرقابة التابعة لجمارك المحافظة تمكنوا بالتعاون مع القوات الخاصة من ضبط شاحنتين تحتويان على قرابة 1000 كرتون من السجائر المهربة في نقطة نقل يسلح، مشيرا إلى احتجاز الشاحنتين بمكتب الجمارك لاستكمال الإجراءات القانونية حيالهما. قال مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا في صنعاء جورج خوري في بلاغ صحفي أن اليمن وصلت إلى التصنيف الرابع حسب المسوحات الأولية للأمم المتحدة، وهو يسبق مرحلة واحدة قبل الوصول إلى المجاعة. وأشار المسؤول الأممي إلى أن هناك 13.6 مليون يمني يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية العاجلة المنقذة للأرواح. ولفت خوري إلى أن الأمم المتحدة سارعت في إطلاق نداء استجابة عاجلة بقيمة 1.8 مليار دولار للعام 2016 ميلادية، بزيادة حوالي 300 مليون دولار عن العام الماضي، ما يؤكد على الحاجة الشديدة للمساعدة الإنسانية في اليمن. أكد تقرير حديث أصدرته شبكة الإنذار المبكر التي يشرف عليها برنامج الأغذية العالمي أن الحصار والعدوان وأدواته يقفون مانعا أمام الجهود المحلية ومنظمات الفاو لمواجهة الجراد الصحراوي الذي بات يهدد الأمن الغذائي في البلاد. ولفت التقرير إلى تشكل أسراب كبيرة من الجراد الصحراوي في منطقة واحدة على الساحل الجنوبي خلال النصف الأول من أبريل الماضي، إلا أنه بسبب الجفاف انتقل الجراد إلى المناطق الداخلية حيث هطلت أمطار غزيرة في منطقة الجوف ومأرب وحضرموت وشبوة والمهرة ليزداد تأثر الإنتاج الغذائي في تلك المحافظات. بلغت إيرادات الضرائب بمحافظة المحويت خلال الفترة يناير أبريل العام الجاري 417 مليون و447 ألف ريال، وأوضح مكتب الضرائب بالمحافظة أن الإيرادات المركزية والمتمثلة بضرائب الأجور والمرتبات على موظفي القطاع الحكومي والقطاع المختلط بلغت 410 مليون و921 ألف ريال بنسبة 89% من إجمالي الإيرادات المحققة لنفس الفترة. وبين أن الإيرادات الضريبية المحلية المتمثلة بضرائب استهلاك القات وضرائب الأرباح على المهن التجارية والعقارية بلغت 6 ملايين و526 ألف ريال. سجل الذهب تراجعا طفيفا اليوم مع ارتفاع الدولار من مستوياته المنخفضة المسجلة في الفترة الأخيرة، إلا أن المعدن ظل قرب أعلى السعر في 3 أسابيع، وتراجع السعر الفوري للذهب 2% إلى 1265 دولار و46 سنتا للأوقية بعد أن لامس الذهب أمس الخميس أعلى مستوياته منذ 18 مايو مسجلا 1271 دولار و31 سنتا للأوقية. ونزلت عقود الذهب الأمريكية 3% إلى 1268 دولار و50 سنتا للأوقية.